حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. أكد المتحدث باسم جمعية الصناعة النفطية في كردستان العراق أبيكور مايلز، أكد أن الحكومة في بغداد مسؤولة عن تأخر استئناف تصدير النفط من كردستان العراق. وأشار كاينز إلى أن العراق خسر منذ تعليق تصدير نفط كردستان منذ نحو عام خسر قرابة 11 مليار دولار، موضحا أن حكومة بغداد هي المسؤولة عن توقف تصدير نفط كردستان العراق، وأن مسألة تعليق تصدير نفط كردستان العراق سياسية صرفة، نافيا التوصل إلى أي اتفاقيات جديدة مع الشركات العالمية. حذر خبراء اقتصاديون من استهداف المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المهمة في العراق للأغراض السياسية والشخصية. وبحسب الخبراء فإن حكومة بغداد مطالبة بدعم صندوق العراق للتنمية، مشددين على ضرورة عدم التأثير عليها بالضغوطات السياسية التي لا تريد التطوير الاقتصادي والإعمار في البلاد حتى تستغل ذلك للأغراض السياسية والشخصية واستخدامه كجزء من دعايتها الانتخابية لتسقيط الخصوم على حساب مصلحة المواطن. أعلنت لجنة النفط والغاز النيابية أن العراق سيستثمر غاز حقل عكاظ العملاق في الأنبار لإنتاج الطاقة الكهربائية خلال الفترة المقبلة عبر جولتي التراخيص الخامسة والسادسة، مبينة وجود شركات عالمية قدمت عروضا بهذا الشأن. وقال عضو اللجنة باسم نغيمش إنه في حال إتمام الصفقة سيتم الوصول خلال 3 سنوات إلى الاكتفاء ذاتي من الكهرباء وأيضا من المشتقات النفطية على حد تعبيره. وأشار إلى وجود جولة لست من المصافي الأخرى سيتم تطويرها وإنشاء مصاف جديدة في حال تم الاستثمار. وبيّن أن الغالبية العظمى من الجولة السادسة هي استثمار الغاز، وأهمها استثمار غاز عكاظ في الأنبار. انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل المتوسط بشكل طفيف مع انخفاض أسعار النفط العالمية. وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 5 سنتات لأصل إلى 77 دولاراً وسنتين، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 5 سنتات ليصل إلى 80 دولاراً وثلاثين سنتاً. انخفضت أسعار النفط بفعل المخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الصين، لكن استمرار المخاطر الجيوسياسية المحيطة بالشرق الأوسط وروسيا حد من التراجع. ارتفعت صادرات الصناعة الأردنية إلى العراق خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي لتصل إلى 151 مليون دولار. وارتفعت صادرات صناعة عمان إلى العراق خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي بنسبة 10%، حيث وصلت إلى 151 مليون دينار مقابل 136 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. ثم جاءت السعودية رابعاً لتصل إلى نحو 138 مليون دينار. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.